أمر عسير لعلنا اليوم وإحنا بنواصل في حلقتنا الفاتت عن دفن الجسامين يلزمنا نقول لكم مقدمة قبل الدفن إنه هذه الأحداث أفرزتها قصة فضل الاعتصام اللي راح ضحيتها العديد من الشباب من السودانيين واللي لا زالت الأمهات والسكالة لا زالوا يندبون حظهم في فقدان هؤلاء الشباب هذه القضية أيضا مع أنها في لجنة أديب لم تتوصل حتى الآن لأي خيط من هو الفاعل لكن هذه القضية أيضا أفرزت أن مشارح الخرطوم ومشارح أخرى ظلت تتكدس فيها الجسامين منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا معنا في الاستوديو هذه المرة دكتور هشام زين العابدين الطب الشرعي ومعنا المحامي الاستاذ نصر الدين يوسف دفع الله الناطق او المتحدث الرسمي باسم اللجنه المفقودين ومعنا ايضا دكتور بابكر دكتور محجوب بابكر من لجنه من الطب العدلي طبعا القضيه اللي شغلت الراي العام السوداني منذ تقريبا اكثر من سنتين الان احنا لما استعرضنا في الحلقة الفاتت قضية دفن الجثامين هي كان قبلها زي ما الناس عارفين هي الجثامين دفنها جاء من فضل الاعتصام قضية فضل الاعتصام الناس كلهم عارفين انه تعرض هؤلاء الشباب لقتل يعني ظاهر وفقدت العديد من الاسر اولادها يعني لكن ترتب على ذلك برضه زي ما قلنا قبل كده لجنه اديب اللي لحد الان ما توصلت الى شيء وفي نفس الوقت الجسامين اللي تراكمت منذ ذلك الوقت ومنع عنها التشريح او الدفن بقت ذاتها مشكله يعني. هي انا بوجه للساده المعاي في الاستوديو بالذات الناطق الرسمي باسم لجنه المفقودين الاستاذ نصر الدين. الم يعني الاوان لنقلق هذا الملف بمعرفه الحقيقه؟ الحقيقه بتكون تكون مره يعني اللي هي حقيقه اديب يعني. والحقيقه الثانيه هل نستطيع ان ندفن هذه الجسامين الان ولا ما في طريق تفضل يا استاذ مستودع. طيب التحيه بابكر والتحيه لضيوف المعاناة في الاستديو والتحيه للمشاهد. حقيقه زي ما ذكرت انت في بدايه حديثك فعلا مجزره فضل الاعتصام في 3 يونيو هي اللي سببت كل هذه المآسي والكوارث ومن ضمنها المأساة التي نعيشها الآن اللي هي الجسامين المتراكمة بالغة ثلاثة ألف جريمة فضل اعتصام المشؤومة هي يعني سبب أساسي ومباشر إلى إنشاء لجنة المفقودين بتاعتنا لجنة التحقيق والتحري في اختفاء الأشخاص لولا هذه المجزره المشؤومه اصلا ما كانت في لجنه ولا حيكون كان في جثث متراكمه حقيقه اللجنه الوطنيه في التحقيق حول مجزره فضل اعتصام اللي هي عرفت بلجنه اديب هي عملة منفصل وهي تمارس نشاطها وعملها نسمع من خلال التصريحات اللي قالها رئيس اللجنه مرارا أنه هم شغالين وعندهم بعض الإشكاليات اللوجستية والإشكاليات المتعلقة بوجود حكومة تنفيذية مجلس وزراء رئيس مجلس وزراء للاختصاص وهو إلى الآخر لكن نحن في لجنة المفقودين طبعا لجنة منفصلة لا علاقة لها بشكل مباشر رغم التقاطعات والعلاقة الغير مباشرة لانه نحن بنبحث حول مختفين قسريا من جريمه فضل الاعتصام. اللي دي كانت بدات في يونيو يعني الاختفاء بدا من اليوم ذاك صح؟ من 3 يونيو ولحد اليوم نعم العدد كم تقريبا؟ عدد الناس اللي طبعا في جثامين سلمت لاهلها، الباقي كم من الناس اللي اختفوا قسريا او اللي ماتوا ما عرف في محلهم؟ والله شوف هو الرقم الحقيقي للمختفين قسريا لا يمكن ضبطه بشكل دقيق وذلك لعدة أسباب جريمة فضل الاعتصام عندما ارتكبت في 3 يونيو كان في ميدان الاعتصام فئات اجتماعية متعددة وشباب من أنواع من مناطق متعددة في السودان كل أقاليم السودان كانت تقريبا ممثلة أو موجودة داخل هذا الميدان حتى ممكن يكون فيها ناس وا. حتى من الناس المشردين انت بتقصد تقول انه قطعا قطعا ما. قطعا هناك طيب المعروفين اللي اهلهم طالبوا الأهل اللي اهلهم أغلقى. طالبوا بمفقودين طبعا ديل بيكونوا اختفوا من بيوتهم من ساحة اهلهم نحن عندنا تقريبا عندنا زي 38 ديل الذين استطاعوا ديال. ان استطاعوا ان يصلوا الى اللينه نقول لكن قطعا قطعا لا بد ان يعني هذا الامر مهم جدا الاشاره ال 38 لهم. انه انت... ال 38 لا علاقه لهم بالرغم الحقيقي لانه هناك اعداد ضخمه جدا من الناس الما قادرين يصلوا ولا اهلهم ذاتهم بيسالوا منهم الان ممكن يكونوا في مناطق دارفور النائيه في مناطق جبال النوبه وزي ما انت قلت المشردين وهم كانوا كميه كثيره جدا الناس شاهدتها من خلال اجهزه الاعلام المرئيه وبالتالي لا نستطيع ان نتحدث فقط عن عن فيجر يعني انا يعني انا انا لما اقول لك عدد 40 50 60 انا ما اقول 70, 100. عدد بقصد لكن الناس لكن نتحدث عن الذين وصلوكم انتم كانوا لهم للجنة. الفرصه ناس متعلمين وموجودين في الخرطوم و الى الاخر عبر اجهزه الاعلام عرفوا مقر اللجنه ووصلوا لكن هناك اعداد ضخمه لا تعرف مقر لما تقول لي اعداد ضخمه انا بفتكر الهوملس اللي بيسموه المشرد ده اكيد ده ما في يزال منه لو افترضنا انه موجودين طبعا <applause> طيب أنا لكن نحن مهمتنا <applause> الاخلاقيه والمهنيه والقانونيه انه برضه أن احنا نهتم بقضاياهم صحيح زي ما اهتمينا بقضايا الذين اتوا وسجلوا اسماء <applause> انا بقصد اقول انه اذا في حد ما جاء قال لك انا عندي زول مفقود يعني زول بهيئته الاعتبارية أم ولا أبو وقال لك ولدنا ده اسمه كده وجابوا ملف من الشرطة ومشى النيابة إلى آخره الباقين ده بتعتبره أنت في علم الغيب ما معروف عددهم كم أنا كنت داير أصل للعدد عشان على أساس نتكلم عن الأعداد المطلوب وجودة المفقودة مقابل الأعداد الموجودة في المشارح الآن وده بنقول له طوال هناك إمارات ودلالات على العدد يعني صح ما علم الغيب بالمعنى لكن هناك إمارة ودلالة هناك شواهد، هناك بيانات ظرفية، استدلالات ظرفية لعدد الناس الموجودين كانوا وفجأة اختفوا معنا في شنو؟ بس أنا من ناحية من ما... التحقيق يعني من ناحية التحقيق التحقيق بتمشي بالمنطق ده، ما المنطق انه والله الجونة دي خلاص يفترض انه لا لا, لا. أنا أنت هسه ما ممكن تمشي الشرطة تقول لهم أنا عندي زول مفقود ما عارفه هم ذاته ما لكن تمشي عندنا بدلائل مكتوبه احنا, لجنه التحقيق مش اللي بنمشي الشرطه لا انت لجنه المفقودين ما تحقيق لجنه تحقيق حول المختفين المفقودين انت عايز تقول لي يا استاذ نصر الدين انتوا بتمشوا تتكلموا باسم ناس ما عارفينهم يعني نحن احنا مش بنتكلم باسم ناس نحن يعني احنا المانديت بتاعنا يا استاذ بابكر ده, ده الاوسع انه نتحقق ونتحرى حول اختفاء هؤلاء الاشخاص اللي ما معروفين بالنسبه ومن خلال هذا التحقيق والتحري نصل الى العدد كويس ثم نصل الى الاماكن ثم نصل الى السبب والتسبيب وهو الى انا عشان احرر النقطه هذا هي هذا هو التحقيق والتحري اللي انا عشان احرر النقطه دي من النقاش انا عايز اقول لك اذا انت الناطق الرسمي لدى مفقودين معناها بيكون في ناس سجلوا عندكم قال لكم اولادنا ديل مفقودين دي ديل بتمشي تبحثوا عنه ونفترض انه في المشارح المليانه بالجثث الان لكن لو عايز تقول لي انا بمشي ابحث عن زول اهله ما معروفين ذاته هو ذاته وذاته ما سالوا منه لانه هو هومليس مشرد طبعا ده انا مش ما بدي اعتبار انساني لكن ما بدي اعتبار زماني ومكاني في البحث عنه انا بقصد كده بس يعني أ... لكن انت أه؟ تقصد كده لكن احنا بالنسبه لنا ندي اهتمام زماني ومكاني مقبول. اكثر من الذين بلغوا ما حتلقاهم لكن بالطريقه دي انت حتمشي تبحث تحقيق. عن في مثلاً ما تقول لجنه تحقيق دور محجوب انت حتمشي انت حتمشي تبحث في المشارح دي عن ناس انت ما عارفهم منو؟ هسه ما هم مجهولي الهويه الموجودين في المشارح ده نحن 3000 أيوه عن عن ناس ما معروفين بالنسبه لك؟ ضمن ال 3000 ديل هناك مفقودين من فضة الاعتصام وبالتالي احنا نبحث في اطار ونبحث في محل ونبحث داخل هذا نقبل الفكره داخل هذا الاطار كويس دكتور هشام تفضل الطب العدلي هيئه الطب العدلي دخلوا المشارح م. من الاعتصام الاعتصام 86 شهيد لجنة الأطباء المركزية مسجلة كانت الدخولات بتاعته تقريبا حوالي 112 ديل أثبت وفاتهم في المستشفيات 112 الفرق بين اللي... الرغم بتاع اللجنة المركزية للأطباء و المشاريع 86 الطب الشرعي انه ديل ما دخلوا المشرحة ساقوهم من المستشفى مش دفنوه كم عشرين 20 كم 20؟ 26 كويس؟ آه من ال وثمانين كويس؟ تم تسليم كل الجسامين ما عدا جسمانين لموجودين حتى الان في مشرحة الاكاديمي اللي هي دي محمد احمد, أحمد, أحمد. محمد أحمد علي محمد علي مخصص محمد دايما موجودين الان. اما الباقيين كلهم تم تسليمهم لزويهم. طب ما انت عندك زي ال... قلت كلمه كده. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ااا اول حاجه بنحب نترحم على كل الشهداء وكل القتلى أه نسال الله سبحانه وتعالى انه يبدلهم دار خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ما قدموا وما أخروا، وإن كانوا قد أخطوا وأن يعني يضاعف حسناتهم إن كانوا محسنين. أنا بس صراحة عندي مداخلة بسيطة. تفضل تفضل. في موضوع اللي هو مجاهيل الهوية اللي بيخشوا المشاريع، طبعا دكتور هشام تفضل عن العدد اللي هم كانوا 86 شهيد دخلوا المشارح كلهم كانوا معلومين ال 86 معلومين كلهم وكلهم جات اسرهم استلمتهم ال 86 ديل تم تشريحهم عن طريق الاطباء الشرعيين الموجودين في المشارح كان الناس عارفين الظروف السيئه التي يمر بها السودان انذاك يعني الطبيب الشرعي عشان يصل المستشفى او يصل المشرحه كان يعاني ما يعاني وكانت ايام صعبه في رمضان الناس وصلت الاطباء الشرعيين وصلوا ناس وصلوا بارجلهم لانه الكبار كانت مقلقه والشوارع كانت مقلقه وهذا كله يدل يدل على ان الاطباء الشرعيين عندهم الحس الوطني والاخلاقي يعني ما كان في انسان اصلا ما كانت في حكومه تلزم شخص ان يؤدي عمله على فكره نحن لما وصلنا المشارح حتى كثير من الاقسام كانت موجوده كان ما كانت مغلقه تماما ووكلاء النيابه عشان يطلعوا لك تصريح بالتشريح لم يكن هناك يعني عدد من الاقسام ما كان كذا احكي لي قبل ما انت تستمر لما نزول يجيبوه المشرحه ما هي الاجراءات اللي انتم بتطلبوها عاده؟ خلي الشعب السوداني يفهم انه كيف الانسان بيدخل مشرحه كان متول هويه او كان شيء انا انا المشرحة. انا حخلي للشام لانه الشام برضه حيتحدث لكن ناس. انا عندي كلام حول كلام الاستاذ نصر الدين اللي هو الاستاذ نصر الدين هم لجنه التحقيق في اختفاء الاشخاص وهي لجنه تم التكوين تم تكوين عن طريق النائب العام, العام. واعطيت سلطات النائب العام الان هو بيتحدث عن انه عدد الذين تم تسجيلهم 38 فقيد انا صراحه خطر في بالي يعني بعض الاسئله السؤال الاول ال 38 دول كلهم تم تسجيله عن طريق اسرهم وذويهم ولا في ناس من هؤلاء ال 38 تم اكتشافهم استكش... استك... عن طريق هذا التحقيق يعني 38 ديل الان تم تسجيلهم عن طريق ذويهم واهلهم ولا تم في بعض منهم تم شنو يعني بعرفته كذا عن طريق لجنة التحقيق دي نمرة واحد دي نمرة اثنين انت لجنة التحقيق الآن هتبحث عن أشخاص مفقودين بالضرورة إن الشخص المفقود دي عشان يسمى شخص مفقود لازم يكون هو أصلا كان موجود انت هتبحث عن مثلا أسماء أو أشخاص بعينهم خلاص وبالتالي ده, مدار البحث بتاعك انا اتكلم عن انه انت الان بتبحث عن اشخاص انت اصلا ما عارف عنهم اي معلومات والان بيتكلم <applause> الاستاذ نصر عن انه في اعداد هائله من الناس الذين تم فقدوا طيب وطبعا شمل الناس اللي زي ما قلت انا الهومليس والجماعه واسعه لكن انا كنت بقصد انه من كلامك انت قطعا لو في زول عنده زول مفقود المفروض يجي للجنه ويسجل انه مفقود وبعدين بيكون في ورق بعد ذاك ولذلك انا لما قلت لك داير اعرف كيف كيف الزل بيكون مفقود وكيف بيخش المشاريع اصلا النقطتين دول اهميتهم في انه الناس السودانيين اللي يعرفوا انه كيف يدخل الانسان المشرحه حاجه يا استاذ نعم. دكتور نعم انه ما كل الناس اللي كانوا موجودين في فضل الاعتصام لك. اسرهم وزويهم يعني تمكنوا من الحضور وادلاء ببياناتهم الى لجنه التحقيق وهذا الامر ما بيش... نحن لا, لا يعني من خلال هذا الحقيقه نحن ما بنكتفي بذلك يعني لما خلاص احنا احنا في 38 ديل بس فقط جونا. و... كويس ما خلاص انت وسعت المظله هذا... واحنا ما عندنا اعتراض على التوسيع الكلام واضح يعني لكن انا كنت بقصد انه منطقيا اذا في زول ما عندك في الورق اسمه والاسره اللي بحثت عنه ما حتبحث عن عن مجهول إيه هو أصلاً, اصلا ما معروف ما فيه ولا ما اصلا البحث بتاعنا عن احنا عسى الجثث الموجوده دي مجهوله الهويه اي دي ما ما عندها علاقه بالاتصال اي ما ما هو نحن ده اطار بحثنا ده دي المكان دي اللي, نعم؟ نعم. اللي بنتعامل معاه والان هذه الجثث ال 3000 جسمان فيها اجسام فيها جسامين بتاعت اطفال حديثي الولاده اذا استبعدنا واستبعدنا وإستبعدنا, واستبعدنا الجسامين الجايه بارانيك واضحه لحادث حركة لأمراض محددة إيدز وإلى بيكون إطار بحثنا منحصر في الجسامين المتبقية مجهولة الهوية يعني إحنا بنفترض أن هذه الجسامين مجهولة الهوية دي جزء من محل تحقيقنا كويس مختفين آه. غسريا آه. آه. إلى أن نجد إلى أن نجد إجابة من خلال الإجراءات بتاعة الدفن والتشريح السليمة اللي بتوضح هوية الزول كويس. وإذا في إمكانية إلى تحديد سبب الوفاه، تاريخ الوفاه، مكان الوفاه، اخذ الحامض النووي الدي ان ايه منه، هذه هي الاجراءات التي نحن نطلبها. طيب انا بخلي الدكتور هشام يقول الاجراءات هم يفتكروا النازل يحصروا انه العدد كله 86 وتم استسلامه و قفل الملف لا لا هم طبعا دلوقتي. اذا كان طيب. الامر لا 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 كذلك فهذا كلام كدا. خطير جدا لا 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 لا, لا لانه ما لا في حقيقه يا عثمان معلش هو كده هذا الكلام ده ما لا لا يعني يعني هم موجودين هم موجودين هم موجودين لكن ماشيين في مدينه 36 و 38 هم الذين بلغوا وبالتالي لا يوجد اي مبرر للحديث لا 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 طيب انا معلش حتى لا يعني ما توهم المشاهد بهذا معلش هشام فرصه انا فهمت انه العدد اللي قالوا هم الموجود ليس الآن. العدد لا نهائي خلاص هو قالوا في 38 احنا ده ما مجالنا بتاع العدد كم الان نحن عايزين نعرف عشان نلقى ال 38 او ال 100 او ال 150 المفترضين محتاجين لبعض الاجراءات نعملها خلينا نشوف دكتور هشام يقول لنا الاجراءات اللي بيتعمل عشان الناس يفهموا معانا بس بعدين نمشي عليها الجثمان بخش المشرحه بطريقتين <applause> يا اثبات وفاه شهاده بتاعة وفاه نعم من مستشفى انه الجثمان ده اتوفى في المستشفى كان معلوم او مجهول لكن ما عنده اهل استلموه فبيجيبوا المشرحه للحفظ واحد. او يخش بأورنيك 8 أورنيك 8 <applause> شرطه شرطه فوقه يا دخل بالماده 51 اجراء الموت في ظروف غامضه او 130 قتل عمد قتل, أو قتل. عمد قتل. انا ما بحبش الجثمان الا يني اذن من النيابه بعد الشرطه النيابه بعد الشرطه اذن من النيابه بالتشريح طول ما جاء اذن من النيابه بالتشريح معناه في رغم بتاع بلاغ انا الجثمان قدامي انا شغلي فني أشرح الجثمان أعرف سبب الوفاة بتاعته أما مات وين؟ في القيادة مات في بيته أنا ما بعرف ده شغل ده شغل الجزء بتاع, بتاع, بتاع إنه يراجع رغم البلاغ والجسم في القسم اليومية بتاعت التحري اللي قام ضربوا منه شافوه وين الشهود ده كله موجود في اليومية بتاعت التحري انت بتحفظ الناس جنبت اليوميه بتاعت التحري وبقت تقص في الجثث في لا المجهوله انت أصول... لو الجثث دي ارغامه كويس والبلاغات الموجوده فوق لو يوميه التحري تم مراجعته بعرف انه ده مات وين؟ اهله منه كويس الحاجات المعلومات كلها لا يا وشهود. دكتور ده يا دكتور لو كانت الاجراءات تتم بصوره صحيحه وصوره متسقه مع القانون ومع الاجراءات المتبعه لكن الواقع خلاف ذلك تماما كيف؟ الواقع بأكد انه الاجراءات اللي بتم في المشارح وتمت في المشارح اطلاقا ما متبعه فيها المفترض او قالوا الدكتور انا بضرب لك مثال بسيط جدا نحن في تحقيق وانت تدري ذلك تماما نحن احنا في اجراءات التحقيق اكتشفنا مقبره مقبره جماعيه مغبر في داخل ما داخل هذا دقيقه المقبره الجماعيه دي ما هي على نطاق نحن الان في اجراءات كمل كلامي كلامي تمام انا داير اقول مثلا المغبرة الجماعيه اللي تم اكتشافها اتضح بما لا يدع مجال للشك انه في جسامين نقلت من مناطق مختلفه من المشارح المختلفه ثم حتى في كلام يعني في جسامين نقلت من من السلاح الطبي وهل يعقل انه دي تمت فيها لا انا فيها إجراءات تتعلق ب خلينا احتفظ ولا يومية التحري لا لا ولا خلينا احتفظ ما في اطلاق خلينا اذا الافتراض أه اللي بيقوله ده طيب يا, يا, يا استاذ انا خلينا احتفظ إحنا من خلال التحقيق طيب. طيب. وصلنا الى انه ما تم في العديد من الاجراءات غير صحيح طيب بيضبط بيطمس الحقائق بيظل لا, 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 لا. لا انا ما دائما تصل للنتائج دي طيب ما دائما اصل للنتائج دي يا استاذ نصر الدين لو سمحت لي لو, هذه سمح المغابرة فعلا فعلا لو سمحت سمحت لي انا دكتور هشام انا عايز اوصل الحكايه دي بالتدريج لنقطه نقطه دكتور هشام قال بيخش بالطريقه دي انت قلت هو انت بتفتكر ان الاجراءات ما سليمه قصه المغابرة دقيقة دقيقة, دقيقه دقيقه لكن الواقع ما عنده علاقه عني يا استاذ ما, ما عنده علاقه بالمغابرة الجمعيه الان في اللحظه اللي انا حجيبها لكن انا بقصد انه عايز اناقش هو قال دي الطريقه اللي بيخش بيها المشاريع هم ما عندهم اي علاقه الا بالنيابه تامر يعني هم خالين من اي مسؤوليه الا بامر النيابه نشرحه بيحفظوا بس انا كنت لما عندي إن انا بفتكر انه لجنه الاطباء في خلل في القصه دي عايزك تتكلم عن الخلل اللي بتفتكره في سرده ده لما انت لي للمقابلة الجماعية ده موضوع تاني ده اللي نقاش براو هي ذاته وين ومن اللي اكتشفها ومشى معاكم منو والآن موجودة وين ولا بشى منو من خلال سرده يعني برضو بقوم بوضح له هو معانا في يعني إجراءات التحقيق و بدون شكوك كده خليني من شكوك كده في إجراءاته خلينا نسرد القصة عشان المشاهد بتاعنا يفهم كيف بتصير عملية يعني قبول الجسامين في المشارح الى حد ما نخلص من الاجراءات بعدين يعني نشوف أنا أستاذ وين الخلل؟ انا, أستاذ أنا أستاذ إن إن بس عايز اقول حاجه أعداد هل أعداد تم مثلا دخول هل تم دخول جسامين في المشارح لم تسجل في الدفاتر الموجوده عندنا في المشارح؟ ده قطع. سؤال مهم هل تم تشريع جسامين في المشارح لم يتم استخراج امر تشريع لها من النيابه؟ هل تم دفن جسامين من المشارح لم يتم استخراج امر دفن لها؟ نعم ايوه نحن دايرين الكلام ده نعم. ايوه الكلام ده نعم ده كلام مهم دكتور نعم. محجوب انا خليني في الجمله الاخيره اللي قلتها انت وقام استاذنا صدق قال نعم كده نمشي خلي الطريق يكمل عشان ارجع لك لكلامك وكلام استاذنا صديق قال فيها نعم انه في جسامين طلعت في اخره نعم طيب الجسام الجسامين دفنه بيتم كويس بالتصديق من النيابه يعني انا ما اقدر ادفن جثمان الا يكون عنده تصديق من النيابه وعشان اعمل التصديق بكتب تاريخ دخول الجثمان رغم البلاغ القسم الجاي منه وسبب الوفاه بعمله في لستة عدد الجسامين ووكيل النيابه الاعلى بيصدق بعدك ذاك بالدفن تمشي قوه من الشرطه كويس صوره من التصديق ده بدي للشرطه على اساس انه يوفروا لي حمايه اثناء دفن الجسامي كويس يبقى انا عندي ثلاثه مشاريح الدرمان الاكاديمي بشاير بشاير سلاح الطب انا ما عندي مسؤوليه فوقه جا دفنوا كميه البوليس قتل مشى دفن براهو الجيش قتل مشى دفن براهو اسالني انا من المشارح بتاعتي صحيح ولا ما صحيح؟ ما يقدر يقول ما يقدر يقول ما صحيح كده الثلاثة مشارح ومشيت المغابر, المغابر دي مغابر بتاعت دفنوا ناس دفنوا ناس, ناس من, الدفن ناس ناس من الدفن ناس دفنوا ناس دفنوا اجسام ش... منو دين من السلاح الطبي طيب دم موضوع تاني ده موضوع ثاني اوريك ناس وتحت انا ما بنظر لتي ما يدار لتي ما تبعي ما يحطوا طيب أستاذ صديق. يحطوا دار عشان النقاش ده يمشي مفيد طيب انا عشان انا داير اقول لك محور النقاش التخصص بتاع الدكتور فيما يتعلق فيما يتعلق بدفن الجسامين هم ما عندهم علاقه بالسلاح الطبي لا عندهم علاقه ما, ما قلت ما, عندي ما ما انا داير اوريك كيف؟ انا, أنا ما انت بتاع الطب اللي عندي قاعد قدامك هتفرض عليه انه هو قاعد هو مسؤول بوريك. من السلاح الطبي ويقول لك انا ما مسؤول؟ لا مسؤول بمعنى بمعنى العربات اللي جات قامت بالدفن جسامين انت شفتها صح؟ العربات دي هو يعرفها ذاته لانه ده اطار تحقيق العربات دي تحركت ودفنت الساعه 2 صباحا واخذت جثث وجسامين من المشارح الثلاثه من وين معلوماتك يا استاذ وهو ده مدير المشرحه يا استاذ يا دكتور وين خليك مل يا استاذ خليك كويس خليك استلمت جسامين وعربات دفارات جزء منا بتاعت السلاح الطبي, الطبي ايوه جزء تابع جزء تابع الى الطب العدلي والسلاح الطبي برضه؟ آه وجزء وجزء جاء من السلاح الطبي ولكن دفنوا في اجراءات آه واحده وفي يوم واحد وفي وانا بفتكر انه دي مسؤوليه الطب العدلي والله انه كلامك ده ما, ده ما ده 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 دليل ما مسؤوليه <applause> 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 انا الليله قاعد في في قاعد في <applause> في بيكم زول كتالوج وجا دفنوا لك جنب الحيطه بتاعتك انت مشيت انت مشيت معاهم لا يا شباب مشيت معاهم مش انت شخصيا مشيت اندل. معاهم انت يعني كمسؤول كمسؤول طيب عدلي اذا اول حاجه الدفن ده تم 2 صباحا في دفن بيتم 2 صباحا استاذ نصر الدين دفن بيتم 2 صباحا الساعه 2 صباحا في ناس الساعه 5 صباحا ما 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 في العاده يعني احنا ما في التحقيق لا لا. وصلنا لا لا. يعني عشان لغايه يمشي سالي سوية استاذ نصر الدين احنا ما هل 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 أل عشان أل ما يبقى, يبقى اتهامات ساكن لا ما في اتهام سيء انت قلت لي ما شيء في دليل عندك دليل في دليل عندك دليل طوال المحكمه دليل حولي واطي حولي طوال المحكمه لا انا لا انت كويس بنقدر نوفي ماذا دليل حولي ماذا هل تم دفني انا بسالك سؤال مباشر يا دكتور هشام هل تم بالراحه بدون بدون بدون, بدون انفعال هل تم دفن الساعه 2 صباحا عادي قاعدين ندفن الساعه 2 صباحا اذا صحيح عادي هل تم الدفن ذا في جسامين جات من مشارح الثلاثة زائد السلاح الطبي لا خلاص يا يا استاذ محمود انت, إنت, إنت مع محامي ما عندي. انت محامي انا علي مسؤوليتي لما, لما في زول يقول لك انا بتاعتي انا البارح بتاعتك بتاعتك انا في نفس اللحظه يا استاذ نفس البتاع اللي ممكن اقول كلام يا استاذ بس اختم الجمله دي لما في زول يا استاذ انت محامي يقول لك انا بدفن اثنين صباحا لكن لا ما في مدينه اثنين صباحا من دقيقة. خلال التحقيق بتاعنا الا في خلينا نتم الجمله بس لما يقول لك اثنين صباحا كلنا بنتحقق يعني ما بنتونس كلنا بنتحقق عشان كده انا انا الجمله ما يرد عليها قال لك انا اثنين صباحا بتفين ما قلت اول مره دفن بس لما خلاص المهم قال لك يا استاذ ما بتخلي عشان نطلع بنتيجة أنا, انا بفتكر انه المساله دي ما محتاجه لغلاط قدر ده الزوج آه قال لك انا بدفن اثنين صباحا عادي لكن لما قلت له وجيتوا انتوا والمشاريع الثلاثه والسلاح الطبي قال لك لا انت عندك دليل انه هو جاء ما سؤال بس أنت كمحامي كده بتمشي تقف قدام يا القضاء الجالس وأنت الواقف بتقدر تثبت أنه دكتور هشام ده بتاع هيئة الطب العدلي اليوم ده دفن جسامين فيها واحدة من السلاح الطبي وفي مقابر جماعية؟ ممكن تثبت كده؟ أيوه موجود هذا الأمر خلاص ده موضوع يبقى تاني أيوه موجود وموجود بالإيفيدنس بتاعته وين الإيفيدنس حقك؟ وين؟ احنا لجنه التحقيق في اللي التحقيق لا 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 شوف يا وين وين يعني دايره وين انت انا يعني عايز هنا تجيب لي تقول لي تقول لي, لي فينا؟ طبعا احنا عندنا لجنه التحقيق شغاله ما زالت لكن معلش من خلال اجراءات التحقيق وصلنا الى النتائج انا معلش انا استاذ <applause> ممكن, كلامك ده طيب. يكون كلام صحيح يا انت بتقدر تثبت الزول قال لك انا أسب... انا, أسب... أنا ما كنت موجود احنا لجنه التحقيق عندنا بيانات مبدئيه وبيانات انا عارف انك انت بتمشي المحكمه خلاص لو سمحت استاذ نصر الدين انا انا ده اللي عليك يا احمد تفضل والكلام ده انا هقوله وكلام زي ما بيقولوا شنو اي انسان يقول يعني كلام واقع وحقيقي و عليك الله خش طوالي خش طوالي في الموضوع, الموضوع. انه نحن الان لو الطب العدلي لو الطب العدلي ثبت انه دفن جسامين تبع الجيش يبقى نحن مدانين خلاص كويس انت 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 الان انت باعتبارك بتمثل النيابه النيابه دي من حقها تتهم وانت الان اعطيت لك السلطه دي عن طريق النائب العام صح انت من حقك انك تتهم صحيح طيب لكن عشان انا اقول والله هذا الشخص أسعى عشان اقول دكتور هشام دي مذنب ام غير مذنب لازم يكون القضاء يقول كلام كلمته يعني تم تم سجن دكتور هشام ودكتور جمال ودعو في الحراسات لمده ثلاثة اشهر بسبب هذه القضايا وكان في, في ذاك الزمن كان استاذ نصر الدين استاذ الطيب العباسي وكيل النيابة أستاذ أحمد سليمان وكيل النيابة في يد في الدوم الأمور الناس الوضع في الحراسة ثلاث شهور. يعني أنت عندك عندك دي إتهام. دي اتهام. دي أنت دي الآن عندك انت عندك أنت عندك دليل أنت بتقول أنا عندي دليل لماذا لم يتم تقديم دكتور هشام ودكتور جمال إلى القضاء؟ أنا هطلع فاصل قبل ما تجاوب على السؤال ده لو سمحت لي. لديك فرصه ثانيه قول لي السؤال الاخير قبل ما اطلع الفاصل عشان نواصل فيه يعني. السؤال الاخير هو هل يعني الان لجنه المفقودين قالت هي عندها دليل على ان الطب العدلي دفن جسامين تابعه للصلاح الطبي واكتشفت وجود مقابر جماعيه هذه المقابر الجماعيه فيها زي ما قالوا المفقودين فيها جسامين آه تابعه للطب العدلي وجسامين تابعه للجيش انا سالت سؤال اذا كان هذا الدليل انت عندك دليل زي ده وبسبب هذا الاتهام قبضت لك ناس قبضت أطباء باشر وضعتهم في الحراسه اكثر من ثلاثه اشهر لماذا لم يتم تقديم هؤلاء الاطباء الى القضاء سؤال جاوب عليه استاذ نصر الدين التقديم الاطباء الى القضاء سيتم طبعا كويس خلاص خلاص احنا اذا سيتم أحنا لجنه تحقيق كويس اذا سيتم لجنه التحقيق بتكمل البينات تقدم التهمه المبدئيه ثم وهذا اجراء هذه الاجراءات وفقا لقانون الاجراءات طيب الجنائية طيب من ناحيه من ناحيه وصلاحيات لجنه التحقيق الممنوحه لها من خلال كويس انا طبعا قانون النائب العام النيابه العامه وانت استاذ بتاع قانون مدام ما دام اصلح سيتم اذا نحن ما حنتكلم في الموضوع ده لا, أنا لا لا بقول لا اوريك ليه؟ ما انت انا اقول دقيقه دقيقه بس لدكتور. أكمل اكمل جملتي اوريك ما بتكلم فيه ولا لا انت عندك دليل ما يا اخي ما تقول دقيقة, دقيقه انا أكمل الجمله كلها يا استاذ ما انت اذا ود... انت اذا انت ما زات بأ... 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 انه ما عندك دليل دقيقة يعني انتو دارين طيب. اجراء لا 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 التحري لا, لا لا ما ادري شايف آه طيب انا ما في دليل انا طيب بقول لك انا زول عضو لجنه التحقيق ده دليل, يعني؟ دليل يعني ما المعلومات عايز اقول ده دليل يعني المعلومات كون انت تكون عضو في التحقيق انت يعني معناه ده دليل الناس مجرمين المجرمين يعني لا انا مش هل هي كده كده ما كده طبعا يعني انا يعني ما بقول لك انا كلام لك, لك ما يعني عشان يعني الاجراءات التي تحصلنا عليها من اجراءات تحقيق يعني. اتبعنا فيها اجراءات القانونيه يعني البينه نحن يعني احنا ما عندنا مسائل شخصيه حكموا عليهم انه القاضي قال لهم لا قال لك انت ده المجرمين إن القاضي هل القاضي اصدر قرار بانه يا دي ده اجرم بريماتيور ده سابق لاوانه هذا السؤال طيب لأن لأن ما عشان كده ما حكوا لكن احنا بنتكلم عن في بينات مبدئيه ما البينات تدين الطب العدلي خليها تمشي المحكمه ما ف... ف... بتقدر تدينه ساي يعني انا انا هل انا يا دكتور يا استاذ هل يمكن ان اقول مثلا انا عندي بينات هسه كم قضيه فيها اتهام وفي بينات واضحه لكن القضاء بيقول كلمة في النهاية أنت بالنسبة لك أنت ما شخص أنت ما متهم وأنت عندك سلطة الاتهام طيب. أصلاً. أصلاً لكن عشان نفصل في هذا المصطلح الإدانة محيوب. أيوة بنقول الكلام ده بنقول الكلام ده ليه دقيقة دقيقة بس أنا إحنا بنقول الكلام ده كله ليه صح القضاء هو اللي بيقول كلمة النهائية صحيح والقضاء هو الذي يؤكد الإدانة من عدمه بعد أن يوزن البينات أنا إحنا كلجنة تحقيق نتعامل مع الاستدلالات المبدئيه الاولى تطلب بها حكم, يعني؟ حكم لا بينات مبدئيه تطلب بها حكم؟ لا نحن ما ما حكم اصلا انت قلت حكم الناس دفنوا يا استاذ جسامين مع السلاح الطبي دي, دي دي لو سمحت خلينا نشرح ما, ما هي واصل. اجراءات التحقيق ما هي مهام رفع التحقيق معروفة. ولما نقول انه والله الناس زي العمل كده وعلاقتنا مع الطب العدلي والطب العدلي ده نقول والله ما مارس اجراءات غير صحيحه طب انا تكلمت جزء منها وممكن اقول ده ما اقدر اشرح لك انا الكلام لكن انت ما طوالي تقول والله ليه ما مشى يعني طبعا القضاء ما القضاء هو اللي بيقول كلمه انه ده مجرم, مجرم ولا لا احنا ما عندنا قضيه واحده يعني طوالي مشيلة ونعمل اجراءاتنا نمشي بها كل التحقيق عامه جميل. وما زالت والاجراءات المتعلقه ب يعني ما وراء فضل الاعتصام لسه ما اتحسمت كويس وعدد الجثث لسه والجثث مجهوله الهويه الان طيب موجودة في المشارح دي مناطق اللي خليني بحثنا خليني بتاعنا وهذا طيب كله مكتمل كويس انا عشان يكتمل انا خلوني امشي على تانية ثانيه لانه الموضوع ده اللي حلقه برا قصتين انه انت تثبت انه الناس المجرمين والقاضي قال ولا لا ولا انت خلينا نقول انه نحن قضيتنا كانت الاساسيه انه والله الان المشارح مليانه بالجثث وصلت 3000 جثه من ضمنهم 800 طفل نحن ما حنقدر ندفنه لانه اللجنه قالت ما يدفنوا كنت بتمنى انه نحن نمشي في اتجاه الجسامين الموجوده في المشارح واللي منها الناس كثيرين جدا ويتاذوا الناس الموجودين ويتاذوا الناس ما معروفين اهلهم ومن ضمنها نعتبر انه لجنه المفقودين بتبحث عن مفقودين في هذه المشارح لكن هذه القضيه تشعبت اتوسعت وبقت يعني عندها اشكالات اخرى خلينا نسمع جزء بسيط من استطلاعات الناس حول هذه ال... وبعدين نستمر الجسامين دي اتطولت واتحللت جوا المشارح وحتى الجيران اللي حوالينهم بقوا متأزيين من الرائحة بتاعت الجسامين ونحن ذاتنا كشعب سوداني ما بنرضي انه اخواننا يتكدسوا بالطريقة دي ويتجمدوا لفترات طويلة تمتدد لسنين بسبب مشاكل بتاعت احزاب ومشاكل سياسية ومشاكل بيناتهم شباب زي ديل افنوا حياتهم وافنوا انفسهم عشان الوطن. وجب على الاقل اكرامهم ودفنهم بطريقه صحيحه ومواراتهم تحت التراب، ده, ده اقل شيء واقل واجب نحن ممكن نقدمه للشباب المساكين الضاعوا دي. في الحقيقه موضوع الجسامين ده اخذ فتره طويله جدا من الزمن ويتكلموا عنه في الصحف ويتكلموا عنه السياسيين ويتكلموا عنه الدكاتره ويتكلموا عنه الاختصاصيين فالمساله طالت وانا و... 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 و بفتكر المفروض يكون في حلل بعد كذا يعني. للمسألة دي يعني انه المسافة طالت خالص يعني يا يعني اما يشيعوهم وتكون بصورة واضحة كده والناس كلها تكون عارفة انه اي زول عنده زول متوفي يعرف حقيقته ويعرف انه اندفنوا وعشان يواري الصرع عليه اي زول مات يودوه يدفنوه كرام الميت دفنه يعني خدته في الثلاجه الليله الكهرباء قطعت بكره بعد بكره ضرب نفس المشرحه بتاعت شو بتاعت صحافة الصحافه الصحافه اشتكوا من القصه دي من العفانه بتاعت الميتين والدوله ما قادره تعمل اي حاجه للناس العمل عملوا مشرحه في درمان نفس البرنامج فالموضوع ده ما, ما ما ماشي لقدام نحن نمشي بالشريعة وبالدين إكرام الميت دفنوا رأيين والله العظيم إنه الجثث دي تدفن ويحاسبوا الناس اللي قتلوهم ديل كلهم وبجد ده ضرر إنه يخلوا الجثث دي تعفن وكده بتضرر الناس اللي حوالينا بتضرروا المفروض يدفنوها طيب الشيء شفناه في المشارح يعني زول سوبيو بجد يعني لانه الطريقه بتاعت توجد الجثث ورصها وفي حاجات نازله منها في سائل مازل منها قال بكب بودره بيقطع الريحه لكن الريحه بشو على ثلاثه كيلو من ال... من ال... انا ثلاثه يوم بقيت ما باكل ليه لانه الريحه نتينا ما زول طغاء ذاته فانا بتمنى انه الحكومه تصدر قرار انه الجثث دي بعد استروا يعني انا ساكن ام درمان وبيجي مره المشرحة بتاعت ام درمان وبالذات بالليل بيكون في رايحه بتاعت جسامين شكلها ليها يعني ليها فترة الحاجة دي ليها شهرين أو شهر كده أو شهر ونص في الحدود دي ومفروض تدفن هل الجثث دي هل يعني ما عندها مثلا أولياء مثلا سألوا عنها عشان يقدروا يتعرفوا على الجثث الموجودة عشان يشيلوه ويتم دفنها حتى إذا ما في مثلا ما ظهر لها مثلا ولي أو عندها زمن معين مفترض هي تأخذ الزمن الافتراضي ده بعد ذاك يتم شنو؟ دفنها ده شيء طبيعي وشيء متعارف عليه يعني ما ممكن جثة تقعد لفترة ممكن لحد ما تنفخ زي ما انتم عارفين يعني وتتحلل فده شيء يعني من الغلط ومن العيب على الحكومة إذا أصلا في حكومة أصلا ما في حكومة شكرا جزيلا على الاصلاحات اللي تمت طبعا انا دا ارجع للموضوع شويه ضيوفي الاعزاء نحن طبعا لما انا البرنامج ده لما فتحت هذا الموضوع كنت بقصد حاجة واحده انه اصل معاكم ومع النيابه النائب العام وكل الجهات المسؤوله الى حل مش نتخلص من الجسامين بس يعني انه اذا كان من الصعب اصلا نلقى الناس الدايرين ومن إحنا انا فهمت بالسعي بتاعي المتواصل انه ممكن ناس الطب العدلي يشرحوا كل الجسامين الموجوده لو وافقني السيد نصر الدين معنا من اللجنه وتعطى ارقام وتعرف الدي ان اي بتاعه بعد ذلك يدفنوا وتحدد مدافنهم ثم يتم البحث بعرض الاقارب على على الملفات اللي فيها الدي ان المطابق، ده فهمته انا من خلال البحث بتاعي. لكن لما سالت في الحلقه اللي فاتت استاذ عن الحل يبدو انه احنا ما لقينا حل كده واضح للمساله دي. بقينا الاحياء تاذت الموتى الموجودين بالاعداد الكبيره تاذوا مع انه فيهم اطفال ممكن يدفنوا يعني. انا الليله بكون داير اضع بصماتنا نحن كلنا على حل هذه القضية بغض النظر عن من الأجنب في منو ده يمشي القضاء لو سمح معي أستاذ نصر الدين إذا في اتهامات لجهات معينة أنا أفتكر أنه إلى ملفات القضاء يحكم عليها ويطلع النتيجة للشعب السوداني مؤخرا لكن المشكلة الآن بعاني منها أنا عندي مفقودين دائرة أعرفهم وتحقق طبعا وكونت لو لجان والنائب العام عمل كده النقطة الثانية في جسامين موجودة دفنهم ضروري ومهم من التانية. الناحية الثانية الناحية الثالثة أنه كل ما يتغادم الزمن في تقديري أنا الشخصي اللي ما عندي علاقة لا بالقانون لا بالطب عندي إحساس بأنه الأدلة مع أنها ممكن ما تضيع لكن ممكن تختلط أو زمن يتواصل في الاستمرار لحد ما نفقد لحد ما الجسامين تبقى في الحالة الرمية بسموها الرمة يعني ودي أنا أفتكر ما في زول مستفيد من القصة دي عايز في جسدكم الآن نتجاوز القصة دي ونمشي إلى موضوع هل لدينا حل؟ نص الطب العدلي واللجنه الممثله هل يمكن ان نبحث عن حل يعيد المساله النصابة ويغلق هذا الملف على الاقل في موضوع الجسامين لكن ما يغلق في مجال البحث عن المفقودين لانه نحن مؤمنين تماما انهم ظلموا لازم لابد ان نعرفهم ناس دارين يعرفون اهلهم قضيه انه من السوام دي ده موضوع زي ما قلنا قبل كده شايك وانا في تقديري في الموجودة الآن في السودان من الصعب جدا تلقى جهة لا لجنة ولا بتاع أديب ولا لجنة تدية إنها تشير إلى الذين فعلوا الفعل الأول أصلا لما حاجات أنتم عارفينها يعني فخلينا إحنا كده مع بعض نطلع من فكرة التنابز اللي له علاقة بإحنا جيدين ولا ما جيدين إلى فكرة إنه بالموجود عندنا من الإمكانيات هل نستطيع أن نصل إلى دفن الجسامين في ميعاد المناسب اثنين طريقة لوجود المفقودين نتأكد انه ما موجودين في النازل واربعة بعدك نشوف احنا الملفات الاخرى اللي ممكن تنتظر كان كان اديب ولا غير نمشي معها اتجاه ثاني فهل توافقون الفكرة دي قول تفضل دكتور ان آه. شاء اول تبادي. كويس الشغل بتاع الطب البشري شغل فني انا شرف الطريقه العلميه أخذ عينة بتاعت دي كويس أدفنه عزيز مكرم كويس تكون العينة بتاعت الدي إن دي قاعدة أي جسمان مصور صوره سبب الوفاة وسبب الوفاة يرجعوا لليومية بتاعت التحري الملف اللي فيه وسلوك رقم البلاغ واحد كويس برجع لراما البلاغ بعد ده بيبدا يصل قرن 8 ومش عارف شنو على اقرب لجوين في حته لجو في العباسيه لجو في الرياض لجوين كويس ده موجود في مسرح في الحادث يومية, يومية التحرير مع صور مسرح الحادث انت بعد ده بيجيكم بالملف ده ده الوظيفه بتاعت الطب الشرعي التشريح يعني المشارح الان فيها الملفات دي اللي فيها الوصفه اللي قلتوا انت موجوده كويس طيب نمشي لاستاذ نصر الدين وفي بالي انتوا تخطوا بالكم على كلام انا هل تنطمس الادله بانه الطب العدلي يبدا في تشريح هذه الجسامين هل تعتقد ان الادله حتنطمس عشان نجاوب عليها من ناحيه فنيه ومن ناحيه قانونيه بقول كلام الله التشريح دي. لا لا اقصد انت هل تعتقد اتم الكلام طيب كويس الطب الشرعي كله ما تاخر التشريح اللجنه بتاعت المفقودين منعت التشريح كويس في مشارح ما شرحت وفي مشارح شرحت شرحت ليه لأن القرار بتاع المفقودين هي مخول سلطة من النائب العام وكيل النيابة القاعد في الدائرة المختصة عنده برضو نفسه السلطة بتاعت كويس فيبقى ده تضارب في ال... الاختصاصات الغرارات ولو اي زول مشى لمحكمه اداريه بتفصل في الموضوع ده عدم التشريح بدي انه الجثه تحللت اتحللت اذا مضعونه بسكين انا ما حلقى سر سكين يبقى انا ضيعت حق المر... المتوفي ده لانه انا بتكلم باسمه اثنين في ناس متهمين موجودين في الحراسات لهم اللي سنة واللي سنتين واللي هو ثلاث سنين في الحراسات بتاعت الأجسام منتظر التقرير بتاع الطب الشرعي يا التقرير بتاع الطب الشرعي ده برأوا يا اتحول إلى محكمة لمحكمة وحولوه من الحراسة والدسين السجن ناس قاعدة حقوقها ضايعة كويس موجودين في الحراسات بالنسبه للحيين الميتين انا ضيعت حقهم بعدم التشريح والتحلل لانه انا فقدت ادله كثيره طيب لما نيجي اشرح الجثمان حقول يا هندي قدامي جثمان متحلل عظم ما شايف اثر بتاع سكين ما شايف اثر بتاع ضربه حتى بتعذر معرفه سبب الوفاه صحيح طيب انا سالت السؤال استاذ هل تضيع الادله يعني التكدس ده جي كيف هو اصلا لما كان في فضل يعني بعد فضل الاعتصام خلاص نحن نتكلم لحد بداية عشرين عشرين بداية عشرين عشرين كان عدد الجسامين الموجودة داخل التلاجات 310 وعشرة جسمان وكان عدد المفقودين آنذاك حوالي سبعة مفقود تم التبليغ عنهم كان من الممكن ومن السهل ومن الحاء الجائز البحث عنه فيه. البحث عن سبعة وعشرين جسمان في 310 وعشرة الاخر القضيه شو الامر اللي 27 انا ما يا دكتور السؤال السؤال خليني انا اكمل كلامي لا 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 هو هو كلام اديك مساحه انا هو بيتكلم عن 310 لماذا, لماذا تم يعني تاجيل او لماذا تم منع تشريح هذه الجسامين حتى تتراكم وت وتتكدس انا افتكر انه يعني سعه المشارح الثلاثه مشارح 150 150 سؤالي لماذا لماذا تم تاخير التشريع؟ طيب وفي بالي سؤالك انا برضه برضه مصير على انه المشاهد يفهم هل تضيع معالم الجريمه والادله أنا الآن أنا بسبب وجود الجسامين في المشارح لو لو اعتبرنا فيهم موجودين من الاعتصام شوف انا اقول انا لو عندي ثلاجات وعندي سعه تقدر تحفظ لي عدد هذه الجسامين وعندي استقرار في التيار الكهربائي وعندي صيانات مستمرة ما بخاف إن شاء الله يقعدوا 15 سنة ما في مشكلة لكن ده كله ما موجود خد في بالك إنه نحن إن في السودان وفي الخرطوم بالذات بترد إلينا عدد من ثلاثة إلى خمسة جسامين مجهول الهوية يوميا أنا عارف هل اللجنة كانت تعلم ذلك ولا ما كانت تعلم ذلك يوميا نحن بترد إلينا من ثلاثة إلى خمسة جسامين يعني نحن في الشهر الواحد بترد الينا من 100 ل 150 جثه مجهولة هويه. والدليل على كلامك يا دكتور مسرح امبده ايوه حنتكلم عن مسرح امبده كدا. مشرحه امبده تم افتتاحها في, في 22/9 شهر, تسعة. شهر تسعة. 9 شهر امبارح انا زرتها فيها 174 <applause> الان لحد امبارح شهر عدد شهر المجاهيل اللي دخلوا مشرحه امبده 174 جثه نعم انا زرتها حقيقه ده. تم التعرف من ال 174 جثه على 91 جثه انا و... اقول لك كلام yeah. يا استاذ والله لو كان لا زالت المشارح القديمه تستقبل الجسامين مجهوله الهويه لما تم التعرف على اي جثه من الجسامين دي ليه لانه انا بدخلهم لج... ل... 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 لجسامين اصلا موجود معها الفيران انا سمعت دكتور سطين في مره من المرات بيتكلم قال ده ده نايس سياسي كلام في كلام في ايران في موجوده في مشارع انا قلت كلام عاطفي كيف كلام ما عاطفي ده موجود سياس ما عندنا نحن في, في ايران موجوده داخل المشارع يعني. يا, 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 <applause> يا استاذ انت متوقف لو 174 جسد الان لو دخلت مشارحنا لما تعرف عليها احد الان نحن فصلنا مشرع المشارع القديمه من مشرحة ام الواحد عندنا في السودان بيطلع من البيت ما بشيل بطاقته بتضربه عربيه أو يموت موت فجاءة يدخل م. المسرحة باعتباره مجهول الهوية نعم. الآن مسرح انبدأ ونحن شاكرين جداً لهيئة الطب العدلي ولأخونا دكتور هشام في أنه وقف على هذه المسرحة لحد ما تم افتتاح ونشكر كمان كل الذين قاموا واجتهدوا معنا في هذا الأمر نسمع قبل ما نواصل لأن برنامجنا يعني يكاد زمنه يخلص انا طبعا دلال على انه في ناس ما عندهم علاقه بالاعتصام وما قدروا يطلعوا انا عندي حاله بتاعت فريد اللي هو ده اسمه العام لكن هو خليل انا عملت معه تسجيل نسمع اشارته لانه هو عنده اخوه مات بموت اظن بجلطه ولا اللي بيسموه يقول لك انخفاض في الدوره الدمويه خلينا نسمع نسمع فريد ده ولا خليل ده بيقول شنو قصة بتبدا بأخونا الله يرحمه المرحوم خليل الفاتح علي خليل كان بيسكن في مربع ستاشر الثورة مبروكة سوق حلايب خليل ده أراد الله سبحانه وتعالى إنه يتوفى يوم 23 ألفين 2020 في شخص معاه في نصف البيت يسكن موصيه انه اذا ما ظهر لهم في الافطار معاهم بيفطر معانا الصباح يتفقدوه يخشوا البيت بالحيطه اراد الله خشوا لجوه ميت وبلغ الزول الساكن ساكن معاه في نص البيت وجاءت الاجراءات الجنائيه دخلت البيت التيم بتاع المباحث وشالوا الجسمان سبنا مول الجسم 29 حاره 29 خليل ده وصى الجار الساكن معه في نص البيت اذا ما جاء فطر معاه الصباح يتفقدوه الوصية دي كانت لأسباب الأسباب انه مريض بالغضب لأكثر من ثمانية سنة فعلا دخلوا لقوه ميت وقاموا بالإجراءات ووصلوه المشرحة والتقرير الصدر من المشرحة الوفاء سببها هبوط في الدورة الدموية بعد علمي بوفاة شقيقي المرحوم خليل الفاتح ووجوده في المشرحة للأسف الشديد الثلاثة شهور دي هو كان في المشرحة وأنا ما عندي علمي بذلك جايز في مس... أشياء عدم ذكرها شوية عائلة ما ما نخش في تفاصيله ذهبت مباشرة إلى قسم التسعة وعشرين وقابلت المتحري وعملت إحضار أوراق أمام النيابة واستلمت إذن الدفن بموجب تاريخه اللي هو يوم اثنين وعشرين 2020 ألفين وعشرين باعتبار شقيق المرحوم ومباشرة ذهبت إلى المشرحة في نفس اليوم قابلت الزول المسؤول في المشرحة قال لي تعال شوف الناس ما في إمكانية أنا أسلمك خليل إدينا رقم التليفون بتاعك وإسمك بالكامل نكتبه في السبورة بعد ما نصل للمكان الموجود فيه خليل بنسلمك الجسم بعد الوعد التم بأنه يتصلوا علي أخذ زمن طويل بدون ما تتصل علي المشرحة ابتديت انا اراجع المسرح اراجعه على اساس انه استلم شقيقي للاسف الشديد عجزت عن استخراج جثه المرحوم على الرغم من وصولي الى الجهات المختصه الاعلى من نيابه ام درمان وصلت للنائب العام واستبشرت خير وعملت الاجراءات واستبشرت خير بانه قالوا أمر صدر أمر من النائب العام بدفن الجثامين عسى ولعل كان إذا الأمر ده تنفذ كنت أنا وصلت للمكان الموجود فيه المرحوم لكن للآن الجثث متراكمة والمرحوم ده الله أعلم أنا ألقاه بحالته المادية واللي يكون دخل في دوامة بتاع التحلل في سعي لإخراج المرحوم بتاريخ 6/9 ذهبت إلى المسرح وقابلت الزور المسؤول وسألته عن تطورات المشهد بالنسبة للجسامين الموجودة حتى يتم تسليم جثمان المرحوم خليل رد إنه النائب العام أصدر قرار بدفن الجسامين وحتى ينفذ القرار حتى انا استلم الجثمان انا في انتظار تنفيذ القرار حتى اكرم مسوا اخي وشقيق خليل امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اكرام الميت تفنه انا طبعا بالنسبه للروايه بتاعت فريده عن اخوه خليل ده انا بفتكر انه في اكثر من 25 شخص بنفس الهيئه دي قريب 50 واحد قريبا 50 زي ما 50 اسره ديل عندهم والناس ماتوا ما عندهم علاقه بالاداره في 20 بصور في 2022 بعد ما عملوا النشرات تعرفوا على هلو تعرفوا على زويم كلهم من, من ال... كلهم ال... من ال من الجنائيه لا لقوا منهم في ناس عرفوا عليهم اي 50 اسره تعرفت عليه الباقي كم عندك فكره الناس لسه ما لقوهم لا انا وخليل طبعا من الناس دل... دي اللي اتعرفوا لكن الطريقه بتاعت انه كيفيه انا اطلع عندي جسامين متراكمه يعني فوق بعض فوق نعم. بعض نعم يعني اطلع لي 400 جثمان عشان جسمان واحد والله انا بعتقد انه يعني هسه كل ما قيل الاستطلاع ده طبعا تراكم الجثث الجسامين نعم والجسامين وعدم دفنها اصلا هو لا يرضي اللجنه صحيح. ولا يرضي اي شخص ولكن حتى لا نخلط الامور أول حاجة ما قالوا الطب الشرعي اللجنة بتاعة التحقيق ما منعت التشريح والدفن بشكل مطلق إطلاقاً والقرارات الصادرة في هذا الشأن معلومة ومعروفة ونحن في الطب الشرعي عندنا زول موجود معانا طبيب شرعي دكتور هشام فقيري هاشم هاشم فقيري وهو مدير يعني زول مسؤول وعضو في اللجنة أه اللجنة من خلال اجراءات عديده ومن اجراء من خلال تحقيق اتضح لنا انه يعني المعلومات التي بتجي للجنه ما صحيحه و والى الاخر ما دام نغرق المساله في يعني انت حددت اطار محدد لكن انا اقوله بشكل مجمل انه السبب اللي ادى الى تراكم والسبب اللي ادى الى انه اللجنه ذاتها تامر بانه يتم الدفع يعني دار اقول انه اللجنه ما انا عشان تبدا في كلامي انه اللجنه دي اصلا ما اصدرنا قرار قلنا ما يتم الدفن مطلقا قلنا يجب ان يتم الدفن وفقا لضوابط واجراءات وشام يعلم او هاشم ناس الطب العادل يعني والهيئه الاستشاريه ايضا الاجراءات دي هي اجراءات مطلوبه وفقا لشغلنا طب انتوا هسه كلجنه اي الاجراءات دي مطلوبه لانه اجراءات بنص على القانون الدولي وبنص على الاتفاقيات كويس. السودان ملزم بها وهي يعني اللي تحقق في الوصول الى النتيجه مجهولي الهويه المرضية طيب انت من كلامك ده هل الان ممكن نقول للناس خلاص المشكله اتحلت ممكن بعدين يشرحوا ويدفنوا انتوا عضو في اللجنه؟ نقفز إلى نقطة ماذا نقفز؟ لا أنا أقفز إلى نقطة مهمة نحن آه تضامنت معنا أجسام عديدة في أنه الدفن يجب أن يتم وفقا لضوابط حتى الناس تتضح آه لها الرؤية وحتى بخلص. أنه ذوي المجهولين آه مجهول الهوية والمفقودين يصلوا إلى قناعات ده من حقهم الطبيعي وحقهم الوقف لهم جزء الحل نقول؟ نحن ما وقفنا إطلاقا بعد ما تضامنت معنا مجموعة من المنظمات مجتمع مدني ومؤسسات ودي يعني الماشية في الاتجاه الصحيح أنا بفتكر ما وقفنا سعينا إلى الإسراع حتى يعني المأساة دي تنتهي حتى يتم التشريح والدفن وفق الضوابط المطلوبة مشينا إلى النائب العام أنا دار أقول الآن أنه الآن الآن المسؤول الآن المسؤولية أمام النائب العام لا اسبوع يعني طلعت وعدنا ان من من ايوه العدل. مش طلعت ان احنا لا نتابع لا. طيب مش طلعت بمعنى القضية دي شطبت يا أستاذ أنا ما بقصد كده بقصد الآن القرار بقى عند النائب العام عند النائب العام وبعض المنظمات والمجلس السيادة إذا يجب أن يكملوا معانا الإجراءات أن إحنا ما حنقيف إطلاقا إلى أن تم الدفع كويس. لهذه الجثث كويس جدا والله ده خبر كويس جدا أنا الجزء طبعا الإجراءات مطلوبة ما هي الاجراءات المطلوبة؟ <applause> الاجراءات المطلوبة هي أن يتم إحضار التيم الأجنبي اللي هو يشرف على هذا العمل. طيب, طيب أنا الكلام ده تم الاتفاق عليه وأنا أعتقد إنه حتى الهيئة الإستشارية للطب العدلي ما <applause> ما عليه بشكل واضح. طيب كويس أنا أنا بصورة ولا أخرى هي مؤيدة لهذا الإتجاه. مؤيدة لهذا الإتجاه ليه؟ طيب انا عشان ما انت لما فتحت لي ملف ثاني بتاع اجاني لانه ليه؟ لانه زمني ضايق ما أقدر لانه الكلام عن وجود لجنه من برا هو ما مرفوض من حيث الفكره لكن من حيث ضايق لا لا قبل مجموعه من الناس أوكي. انا, أنا, أجل... أنا أجل... مجموعة أو... مجموعة أستاذ عن الاستاذ معلش بقول كلام غير الطب العدلي الطب العدلي لانه انت زرعته ما العدد ده وصل استاذ راغب ولا راغب انه يعمل في السودان ليس عددنا ليس بالعدد القليل يا جماعه نحن أطباء شرعيين الان موجودين في السودان 18 ليس بالعدد طبيب شرعي ما بيقدروا ذاته دقيقه لو بالك لو سمحتوا لي عندنا 18 حقوا 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 تسمعوا كلامي انه يعني انا ممكن حلقتي شارفة النهاية لو فتحت موضوع بتاع دبرة وحلقة يا جماعة هدينا حلقة ما طيب. بديك بس اديني فرصة أك... أكمل <applause> ما دي ما نستطيع أن نبتر مثل هذا الحلقة لا لا, لا, لا أنا ما تعرفت يا أستاذ نصر الدين ممكن أديك دي 20 حلقة نعم بس لكن المشاهد بتاعي لازم يفهم أنه القضية بنقاط الرصيانان إحنا كل قضية نديها زمنها في النقاش والفهم لو انا تداخلت معي اجيب من ناس من برا ده ما موضوع داير نقاش نعم والله ناس الطب العدلي دفنوا مش عارف معاهم داير نقاش نعم والله في مغابر جامعيه داير نقاش انا حاختم حلقتي بملاحظه انا كزول اعلامي نعم. قرات مقال للاستاذ جبره والمقال ده فيه حديث عن عن منبده مش عن مشرحة مبدأ انه مجرعة تنبدأ فيها حرق جثث وإنه مش عارف الموجودة الآن في محرقة. مصر محرقة وفي مصريين وسوريين وكذا إلى آخره أنا بين نفسي امبارح اللي هو طبعا حلقة بتدعى يوم الجمعة لكن أمس الاثنين أنا مشيت المشرح الصباح قابلت الدكتور محمد أحمد الشيخ وصورت الحاجات دي ذاتها يعني بل أخذت منه إفادة كاملة حول الموضوع بتاع أنا بفتكر أضر حاجة الآن في تقديري أنا كزول إعلامي بموضوع الجسامين واللجنة والطب العدلي وإلى آخره هو نحن في الإعلام قاعدين نفترض حاجات هي ما موجودة والدليل على ذلك هو موضوع مشرحاتهم بدأ اللي أنا مشيت تأكدته وبدعوا الصحفيين اللي شاكين في الكلام وعلى راسهم أخونا جبرة إنه هذه المستشفى نسمع فيها كلام الأستاذ محمد الدكتور محمد أحمد الشيخ مدير مدير المشرحة أنا دكتور محمد أحمد الشيخ استشارة الطب الشرعي مدير مشرحة مبدة في الحقيقة في بعض المعلومات اللي هي مطلوبة أنه نقولها أنه مشرحة مبدة هي من المشارح الحديثة والجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً وافتتحت يوم 24 افتتحت اه يوم 22 من شهر سبتمبر للعام 2022 وبدينا نستقبل في جسامين من هذا التاريخ لحد الان اليوم 31 اكتوبر عدد الجسامين المستلمه حتى الان 174 جسمان المشرحه خصصت اصلا لمساحات او لساعات عاليه حيث بها ثلاثه ثلاجات عباره عن كود روم والثلاثه ثلاجات بتسع حوالي 450 جسمان لحد الان اخر جثمان تم استلامه الان قبل فتره اللي هي جثمان 174 آه تم تسليم آه عدد 91 جثمان الى زويها متبقي في الثلاجه الان آه من المجاهيل حوالي 83 جثمان آه اغلب الاصابات اللي كان بترد اول اصابات اول اسباب الوفيات كانت عباره عن اسباب متنوعه من وفيات طبيعيه لوفيات جنائيه فيها الاطلاق الناري فيها الشنق فيها الخنق فيها حوادث المرور برضو اعداد كبيره جدا زياده على الاطفال الخدج المواليد المجاهيل الغير معروفين. من ضمن الحاجات اللي هي كان في لغط كثير انه هي افتتحت بتشريح او بجثمان الشهيد اخونا مدثر كمال والذي اصيب في قسم شرطه الامتداد والشهيد مدثر وصل رغم دخول اخونا مدثر تقريبا يوم يوم 11 10 الساعه 8 مساء ورغم دخوله عندنا في المشرحه كان رقم 85، وتم تشريحه تقريبا بعد اسبوع ل 10 ايام في انتظار نتائج المعمل او الادله الجنائيه. وتم اثبات انه الوفاة الوفاء كانت عباره عن اصابات متنوعه في جسد المرحوم مدسر. الحاجه الثانيه برضو الناس اتكلمت عن وجود محرقه بمشرحه بده. وهي في الحقيقه ماك في مبدا المسرحه ما عندها ما عندها محرقه اصلا وانما المحرقه الموجوده محرقه للنفايات الطبيه وتخص مستشفى ومبدا تعليمي وليس لمسرحه لمسرحه مبدا حكايه انه وجود اطباء سوريين ومصريين في مسرحه طبعا دي حاجات من الحاجات اللي اظن ما اظن دخل عندنا لحد الان المسرح اجانب غير يمكن اخواننا من جنوب السودان وما بنعتبرهم اجانب لانهم في النهايه اخواننا وكنا دوله واحده وكنا اسره واحده لكن غير ذلك ما عندنا اجنبي دخل تقريبا في واحد هندي يمكن ديل الناس الاجانب اللي وصلونا لكن سوري مصري وغير دي ما أظنها من الحاجات الاخبار الغير حقيقيه يعني وغير صحيحه يعني ف... لا 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 حكاية بيع أعضاء وما بيع دي أظنها برضو من الحاجات اللي برضو الناس لو حاولنا نجيب فيها المسرحة هي مسرحة جديدة وبعدين حكاية بيع أعضاء ما بيع دي, دي عشان 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 ناكدها ولا ننفيها ولا نثبتها ما أظنه ما أظن حاجة زي دي حتكون واردة ولا ممكن تكون حقيقية أصلا لكن وإن شاء الله ما تحصل ونتمنى إنه ما تحصل طيب قلنا موضوع اخونا الشهيد مدسر كمال قلنا وصل يوم 11 يوم 11 10 الساعه 8 مساء تقريبا وتم تشريحه بعد اسبوع لعشرة 10 ايام من من وفاته كنا في انتظار في انتظار نتائج المعمل المعمل او نتائج المعمل الجنائي وبعد ذاك تم تسليم الجثمان لزويه تقريبا وتم دفنوه الآن بعد الفطور الاجراءات القانونيه الماشيه انا طبعا يعني سعيد جدا بانه انا تناقشت معكم في الموضوع، لكن يبدو انه احنا برضه محتاجين لحلقه ثانيه نقول فيها كلام برضه نجيب بحل زي انتم فتحتوا الباب اخونا استاذ فتح الباب انه انه الان القضيه في النائب العام وفي احتمال تطلع بعض القرارات النهائيه بعدك نفكر في الحال هل هل نجيب لجان من برا مشرفه؟ ما هي كفاءه الاطباء الموجودين الان؟ الى اخره. ودي ما مشكوك انا انا ما داير اشكك في اي زول لكن داير اقول انه خلينا نعرض الحلول حتى ولو بقت قاسيه على بعض. اللي بيهمني برضه انه انا بتمنى انه الاعلام برضه يتناول القضيه دي بدون حساسيات سياسيه لانه نحن بنبحث عن الحقيقه. دكتور نصر اخونا نصر الدين الاستاذ الاستاذ الدكتور هشام و دكتور محجوب بابكر والاطباء الثانيين الشرعيين انا بفتكر ان احنا كل حق نتعاون عشان نتخلص من الازمه دي لان ازمه بك تصبغ السودان بحاجه ما انسانيه انا بعد انه انا حتستمر الحلقه انا افتكر انتوا هل في طريقه نحن حلقه احنا نعم نحن كاطباء شرعيين الان نحن كل الاطباء الشرعيين جاهزين لاداء هذه المهمه وانا بفتكر انه الاطباء الشرعيين عندهم كفاءه عاليه الآن مم. القضاء السوداني يعتمد على هؤلاء الأطباء الشرعيين في الفصل في كثير من القضايا ولا زال الأطباء الشرعيين ما وقفوا حتى أ... هذه اللحظة الأطباء الشرعيين شغالين وهم الذين يرفعون التقارير سواء كان إلى النيابات خلينا. و... أفتح التقارير التي هي ده. الآن التي يؤخذ أنا هديك فرصة في الحلقة الجاية، خليني مم. أفتح الآن المجال لحلقة أخرى وأقول للناس اللي بيسمعونا إنه نحن حاولنا نطوف حول هذه القضية المعقدة جدا نرجو ان الناس يكونوا فهموا منا اين تسير الامور ونرجو ان احنا الحلقه الجايه نكون جيناهم بحل في النائب العام الى اللقاء شكرا